بنهنيه ولطفي بيسوي. باسمي انا باسمكم باسم القناه خاطر لطفي اليوم يظهر لي ما معناتها كي نقولوا لطفي العمالي مش لازم باش نقولوا شكون لطفي العمالي اللي تحصل على جائزه احسن كرونيكور اللي كما قاعدين نشوفوا كانت جامعه لونيفرسيتي سنترال هي اللي كرمته دايوغ وكان كذلك زميلنا حمزه البلومي وانا قلت له حمزه جولي كروزي البارح بيرو يا بحذا بيرو حمزة ما نشوفوش بعضنا ديما هنيته مباشرة دونك نهنيه على الجائزة ولطفي دونك شو نقول معناتها ما فماش كلام الحقيقة اوني تخي فيير اوني تخي كونتون بور توا ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله ديما في الجوائز هذوما احلاهم ان بلوس سي لي ستوديون هما اللي كرموك وهما اللي اختاروك احسن كرونيكور. نحب نشكركم انتوما انت مريم شكيب حسن مايا سونيا لانه العمل عمل جماعي والجائزه هذه يعني نصورها لكم انتم الكل والقناه الحوار التونسي ونهني زميلي حمزه بلومي اللي خذا جائزه احسن مقدم برامج فرحت بالجائزه هذه لانه كما قلت انت مريم جات من عند الطلبه جات من عند الساده الجامعيين جات من عند الورشه اللي تصنع فيها مستقبل تونس وانا كي خذيت الكلمه اكدت على الشيء هذا والطلبه قلت لهم راهو البلاد هذه بلادكم قبل ما تكون بلاد السياسيين ولا اي واحد اخر المسؤوليه مسؤوليتكم انتوما ما تبعدوش على تونس ادخلوا للسياسه اعملوا السياسه عقد ما يدخلوا شباب جديد نظيف عقليته متطوره عقليته عصريه عقد ما نبعدوا هك السياسيين نتاع السياسه الرثه نتاع ما سميته انا بالربا فيك السياسيه وغيرها وغيرها وغيرها، فكانت رساله لهم اولا شكر، ثانيا حثهم على انه لا لشيطنه السياسه، بالعكس اليوم راكم تراو قدرنا السياسه، البلاد هذه ما تنجم تقدم كان بالسياسيين، واذا توخر ما يخروا بها كان سياسيين، فلابد انه شباب يخلع الابواب ويدخل للمجتمع المدني للاحزاب باش غادي تتكون معناها المحضنه الاولى نتاع القيادات السياسيه اللي غدوه هي باش تشد البلاد. فقول لهم نشكركم برشا وكانت معناها لحظات مستني في العمق، فميرسي الجامعه المركزيه وميرسي لكم انتم ونهدي لكم الجائزه هذه فرد.